انت تجيب لك منين تروح اجيب لك اكل؟ وده بنحرك يلا وده بنحرك خلاص تكرم تكرم عينك هلا برو بدبر لحالي لا تطول انا جوعان نطلع من هذا الغضب كمان ما معنا مصاري كمان ندبر حالنا منين نجيب له هذا؟ هلا اذا ما جبنا له ابو غضب بده يضربنا الا بده ياكل كمان وبس جاع بتشيني وبستني من الشباك بعدين منين ندبر حالنا؟ ما في ولا ليره بجيبي اجت ببالي فكره طالع جاكيت جدنا هذا جاري عنده محل ألبسة روح نبيعه هاد جاكيت تبعي جدي أكيد راح يشتري ونقنعه فيه بلكي يشتري يعطيني كم ليون نجيب له مصاري نجيب له أكل لهذا أفضل هذا بس هذا بجارنا هذا بجارنا محل الألبسة أنا جاري سلام عليكم سلام شو سلام 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 هذا موديله قديم كثير هذا صح قديم بس الله رغبته هذا اثري رغبته كثير يعني بتحسن بيه وجد ما بتحسن بيه بتحسن لك روح عمي هيك بطلب مطروحه يا روح لك طول بالك طول بالك لك بس شوف وين ماشي كويسه ممتازه مليئه لك لا ممتازه لشبليره مطروحه يا روح انا اصلي تاريخي ها لك طول بالك عم بطول بالك لك شوف ماركته ماركته هي ماركه ماركه لك عم جد 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 لك شوف شوف البطانه شوف الهي يعني احنا جدي حاطه هيك على التعلوم هو ما مات جدي لهلا ما عرفنا عليه يعني تبيعه؟ لك تبيعه انا ما كان لازم لي بس كرمالك قديش بدك على خيو؟ 500 ايش شو شو؟ لك غالي غالي كثير غالي خلص لا 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 طب شوي بس راعين خلص باخذ هلا بول لا لا 500 بدك تاخذ ما بدك خلص لك روح بطل دخلت اشتري بطل فيه نسيان ما نسيان؟ لا 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 يعني هلا هذا وقت اللي انت جيت شلته من هذاك الايام لهلا ما فحصته من ايام ما جدي علقه ولا والله ما حدا عرف عليه اكيد ايه انا كان شايف الغبر شوي على الغبر فحصته فحصته على الغبر ما حدا كان يمسحه فحصته يلا سوينا جواب تمام ما في مشكلة احسن لك وين تخط يا جوي وين تخط شو تخط يا وين حطون من البيت حتحتينا وقطع حيطون هاي سفرية مع الولاد سواني يجي من عدودات انا بس اربي حالي 20 الله يعينه عن جد بني عم الله يبعث لك جدبان انت حكيته كثير حمار هذا يعني انا ما بعرف يعني جيب لي جاكيت قديم معقول ما يتحصل غير انا بشتري بليرة انا الجاكيت اضرب شو شو بس يا اخي ايش بدك بالحكي هذا القطة هي لحالها بتسوى الدنيا هي بتجيب لي مليون جاكيت هي اوه طلع طلع جريدة ضحك علي هذا ورق
قرط 600 لحمة. هاي قصينا ورا، هاي صار نظامي، خلينا نحطهم بالتشاكيت احسن شيء. والله انا غير 15 ليرة، 15 ليرة ما بجيب شيء، ابو غضب لانه بياكلني وبياكل 10 مثلي. يا الله ضحك علي. السلام عليكم. تفضل تفضل ابو غضب تفضل. هاي جبت لك هاي لحمه وهاي هاي ليمون جبت. بتعرف بتحب الليمون لانه نفسيتك حامضه كثير، بتحب تصير حامضه اكثر بزياده. هاي جبت لك موز ووصلت السمانه جبنا شوي غراب. تمام هيك؟ مين بده يسوي لنا الاكل؟ مين؟ ايوه بده يعني يطبخ له كمان. شو قلت؟ شو قلت؟ لا لا ما انت ما انت تقرب عينك. حاول يا الله ابراهيم.